نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، ايه الأخبار؟ كل تمام يا رب، كنا الصايمة وبنتقبل منكم يا رب، بس تكون صلاة العصر بس. طيب الحمد لله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نبتدي إن شاء الله. الأول اللي عايز أعرف فيه ناس، أنا شايف فيه يعني تقريبا واحد أو اتنين تقريبا يعني أول مرة يحضروا، في ناس أول مرة تحضر النهاردة. تمام. طيب على العموم احنا يعني مسجلين الحلقات اللي فاتت، قلت الناس لو تكون اتفرجت عليها عشان تقدر تتابع، وياريت لو يكون مهند برضو متابع معانا يعني شاف المحاضرات اللي فاتت علشان تقدر تبقى واصل معانا لغاية آخر مرة إن شاء الله. تمام. طيب بالنسبة احنا كنا وقفنا المرة، تمام، احنا وقفنا المرة اللي فاتت. تمام اوكي. احنا كنا اخر مرة، طيب الناس اللي متابعة معايا تقول لي احنا اخر مرة وقفنا عن فين، اخر حاجة عملناها ايه. CRUD. تمام محمد يانيس. تمام تمام، بقيت الناس عارفة ان احنا اشتغلنا على CRUD اخر محاضرة. تمام تمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كوكيز، الحمد لله على السلامة. طيب احنا اخر محاضرة، المحاضرة اول امبارح كنا اتكلمنا على CRUD، عرفنا ازاي بن create tables على ال SQL، ازاي بنستخدمها، ازاي بن select وبن insert وبن update وبن remove. اتكلمنا عن الكلام ده في المحاضرة اللي فاتت. اكيد الناس اللي متابعة فهي عارفة، الناس اللي اول مرة زي ما قلنا احنا دايما الناس تتفرج على المحاضرات القديمة علشان تعرف تواصل معانا وتكمل. طيب لغاية النهاردة لو في حد عنده مشاكل في الوامب او في الـ SQL، زي بشتغل مع SQL، يا ريت لو يقول عشان نقدر نكمل مع بعض، يعني او نحاول نساعده عشان يقدر يشتغل معانا المحاضرة دي. الناس برضو اللي ما عندهاش خلفية يا ريت تقول، الناس اللي واقفة عند حاجة معانا برضو يا ريت تقول، يعني هناخد بس يعني ايه 10 دقايق كده او ربع ساعة في البداية علشان لو في اي حاجة يبقى نقدر نحلها مع بعض ونكمل. طيب يعني انا مش شايف حد بيتكلم على حد بيقول حاجة، فانا هعتبر ان دي يس فروم ايفري ون، كل الناس جاهزة. طيب كل الناس اللي معايا تقول لي اوكي جاهزة عشان نبدأ نشتغل. تمام جعفر، تمام انيس، تمام كوكيز، اوكي قناد، اوكي زهرة، اوكي الحمد لله على السلامة زهرة، سمر، اوكي خلاص. يبقى اعتبر ان كل الناس جاهزة عشان نقدر ايه نكمل ان شاء الله. ما حطيتش اول حاجة في الداتابيز. طيب عامة يا زهر احنا فاهمي اوكي ماشي. عامة يا زهر احنا كنا المحاضرة اللي فاتت بنتكلم عن الداتابيز. المفروض ان المحاضرة متسجلة وموجودة في الجروب وان شاء الله وموجودة برضو في الايفنت.
يعني ما فيهاش مشكلة احنا، بس علشان الناس تقدر تكمل معايا النهاردة، لان احنا لسه هنستخدم يعني هنعرف ازاي الناس تستخدم my PHP admin instead of the SQL او SQL console. دي حاجة عايزينك زي فالناس اللي ما حضرتش المرة اللي فاتت ما عملتش معانا، احنا المرة اللي فاتت مشينا براكتس مع بعض، عملنا داتابيز مع بعض، كريتنا تيمبل مع بعض، يا انيس يعني بلاش فزلك الله يخليك، طبعا فرنسي يعني انت عايز تتكلم فرنساوي يتكلم فرنساوي بس شوف مين هيفهمك يعني. طيب ماشي، بس احنا مش هنفهمك يا انيس، فاتكلم بالعربي احسن لك يعني. طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الحمد لله على السلامه يا معلم. بالتالي احنا المره اللي فاتت عملنا حاجات كتير، مستنيين من الناس ان الناس تكون عملت، عشان النهارده نبدا نجرب ازاي نقدر نستخدم ماي بي اتش بي ادمن او بي اتش بي ادمن انستد اوف ذا اس كيو ال او سيكوال كونسول. تعرفوا الناس دلوقتي، الناس اوريدي تكون جاهزه مشغله الوام سيرفر او مشغله اللوكال سيرفر بتاعها، سواء كان وام او زام او لام او مام، وات ايفر انت شغال على ايه، شغال على اس كيو ال لوحدي ماي اس كيو ال، المهم ان انت شغال على اللوكال سيرفر، انت اوريدي اللوكال سيرفر بتاعك شغال. حاجه عشان نبدا نراكت وذ داتا بيس من على بي اتش بي ماي ادمن. اوكي طيب شباب، احنا كنا عاملين او موجود عندنا في الوام سيرفر، عندنا في ملفات الوام سيرفر، فانا عايز الناس، طب احنا عايزين نخلص سلامات عشان نبدا نشتغل بقى. يعني انتوا كده اتحذرت اهو من الدعم الفني يا انيس وعلام، انتوا احرار بقى. طيب ماشي، احنا عندنا ملف في السي وام في ابس ماي بي اتش بي ال. المفروض ان انا عندي ملف في السي بتاعي، الناس بقى ايه تبدا تركز معايا علشان ايه نروح على الملفات دي. هنخش على الوايت بورد كده، لا بعيد عني دلوقتي الوايت بورد هنا، نخش على سي سلاش، يعني في سي المكان اللي انا عامل فيه انستولنج للوام سيرفر بتاعي، فهو اوريدي بينزل عندي في سي، وعندي باختصار وام بعدين سلاش. تمام، جوه الوام هلاقي الناس اللي مسطبه الوام، في عندها حاجه اسمها ابس اللي هي منزله فيها الابس بتاعت الوام. جوه الابس هلاقي في بي اتش بي ماي ادمن، بي اتش بي ماي ادمن. تمام، اخش على الفايل، انا ماشي معاكم واحده واحده عشان انا كمان فاتح الكلام ده. يعني الناس اللي مسطبه الوان هتلاقي ان في عندها بي اتش بي ماي ادمن 3.5.1، ده اللي عندي. في ناس هتلاقي عندها 3.4 او 3.3 او 3.5.2 او 3.5.0، that's not the point، ده مش مهم. المهم ان انا لازم اخش على الملف ده عشان انا عايز دلوقتي اعمل حاجه 3.5.1. تمام، يبقى الناس اللي شغاله زي اوكي، الناس اللي مش شغاله زي عارفه ان هي رايحه فين. الناس اللي شغاله على لوكال سيرفر مختلف
ستيل بتروح على ضعف تمام 4.04 تمام. الناس اللي شغاله على ليتس سي مثلا ماكنتوش او شغاله على زام سيرفر فهو عندها ملف بتاعها اسمه سايتس المفروض في اللوكال ماشين. فالسايتس هتلاقي فيه بي اتش بي ماي ادمن او ممكن تسطب انت اوريدي او مش موجود عندك فانت ممكن تروح على بي اتش بي ماي ادمن دوت نت او دوت نت تقريبا وهتلاقي الفيرجن او نيو فيرجن ل بي اتش بي ماي ادمن هتنزله وتسطبه عندك تقدر تخش على ايه الفايلز بتاعك. الاصل الموضوع ده كله ان انا في ملف عندي اللي هو في الكونفيجريشن انا هبدا اكونفيجر الموضوع ده نكونفيجر الموضوع ده مع بعض علشان يعني افويد ان تحصل عندي حاجه مختلفه. فانا المفروض ان انا هروح على اللينك دلوقتي البراوزر مرحلة البراوزر عندي وهكتب لوكال هوست. لوكال هوست لو انا شغال على وامب لو انا مش شغال على وامب او شغال على ليتس سي مثلا ماكنتوش او لينكس فانا بكتب اليوزر نيم بتاعي اللي هو بيكتب كده مثلا سي كارديم ده لو انا شغال على ماكنتوش. لو انا مش شغال على ماكنتوش فانا مش محتاج اليوزر نيم انا اوريدي شغال على وامب فانا مش هكتب اليوزر نيم بتاعي انا اخش على طول على لوكال هوست من لوكال هوست اخش على بي اتش بي ماي ادمن على طول بي اتش بي ماي ادمن عندنا بريس انتر بريس انتر الناس تعمل كده وتقول لي البراوزر عندها طلع يعني انا كمان هعمل الكلام دون هعمل كده لوكال هوست سلاش php admin اكتب local host and then php my admin copy اللينك ده اللي انا هكتبه في البراوزر تمام داشبورد انترفيس تمام دن تمام ماشي سمر اوكي محمد انيس اوكي محمد تمام فريدم تمام عندي لسه في محمد اسماعيل ما قالش حاجه النهارده جعفر كوكيز تمام كما لابس النضاره يبقى تمام يوزر نيم اند باسورد لايه بالظبط يوزر نيم وباسورد يعني المفروض ان مفيش ناس ما عادش حاجه ليها يوزر نيم وباسورد مش فاهم يعني المفروض هو ما بقاش فيه يوزر نيم ولا باسورد خد بالك فهمي مردش معاذ زهرة يونس لقيت الناس زهرة تمام ماشي يونس تمام تمام يعني خليها زي ما هي احنا لسه هنعمل حاجه قبل ما نعمل الكلام ده واحنا لسه رد على جعفر صفحة هكتب فيها ادخال اليوزر طيب حاول تشوف كده يعني استخدم اليوزر نيم بتاع الكمبيوتر بتاعك بتاع البي سي او اللاب بتاعك لو عندك باسورد تدخلهم لكن او المفروض لو انت عامل يوزر نيم وباسورد للداتابيز او للبي اتش بي ماي ادمن يا ريت لو تدخلهم او حاول تجرب اليوزر نيم والباسورد بتوع البي سي بتاعك حاول تجربهم كده او حاول تعمل كرييت نيو يوزر نيم وباسورد هو اما في ناس يا علام هو لو في حد كان قبل المشكله دي كنت هنحلها له عادي مفيش مشكله انا عارف الطريقه ما تقلقش ممكن تجرب زي ما يونس بيقول لك جرب بروت زي يوزر نيم ولو الباسورد لو انت عندك باسورد او عندك باسورد كرييت باسورد كده يعني حاول ماشي الحال تمام اوكي سو ناو احنا دلوقتي في البي اتش بي ماي ادمن وزي ما انتم شايفين البي اتش بي ماي ادمن
عبارة عن انترفيس او داشبورد لل PHP My Admin Console. دي حاجة احنا بنستخدمها instead of the SQL Console او SQL Console. كانت سامر سألت المرة اللي فاتت ازاي ان انا احاول اكتب حاجة بلغة غير الانجليزية. طبعا الكلام ده ما بينفعش على الـ SQL Console، لكن بالتالي احنا عندنا الاختيار تاني هو PHP My Admin. بس لغاية دلوقتي احنا لسه يعتبر ما عملناش حاجة، لسه هنخش على السيرفرز بتاعتنا ازاي نعمل الكلام ده. في طريقة ان انا اكتب جنب ال PHP My Admin، ان انا اكتب let's say اكتب script setup.php. انا اجرب الكلام ده، انا اجرب معاكم. Some people not found this. Not found. Yeah, between my soul folder. تمام ماشي. طيب. تمام not found. اوكي ماشي. ماشي اوكي. الناس اللي كانت عملت التيبل المرة اللي فاتت، المفروض هلاقي اسم التيبل بتاعتي اللي انا عملتها في النهاية اللي هي ويدجت كور. تحت في الاخر خالص الاقي فيه تيست، الاقي فيه ويدجت كور اخر حاجة. هلاقي عندي في الريسنت تيبلز تحتيها هلاقي في عندي انفورميشن ماي اس كيو ال بروسيست الويدجت كور اللي انا عملتها. مش انا كنت قايل حاجه اسمها ويدجت كور اللي هي ويدجت كوربريشن. تمام نخش على الداتابيز. ايوه هنختار الويدجت كور بتاعتنا. عندنا سبجكتس. تمام دي السبجكتس اللي احنا كنا جريناها برضو. اوت ويدجت كور. تمام كده يبقى احنا لقينا التيبل بتاعتنا. بالتالي يعني لو انا لقيت الكلام ده، كل الناس لقيت الكلام ده، في عندي بالظبط about widget core products services. دي الحاجات اللي احنا كنا كريتناها في المره اللي فاتت، في المحاضره اللي فاتت. كل الناس شايفه الكلام ده. محمد اسماعيل انا عايز ناس تكونفيرم معايا. جعفر، سامر، مهند، انيس، كوكيز، علام، معاذ، زهره، يونس، ساره لسه داخله تقريبا. اوكي يا انيس هنستنى بقيه الناس لما يكونفيرم معانا. بس علام تمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شباب كله تمام؟ جعفر بيقول information. جعفر يبقى انت لسه ما كريتش الويدجت كورب اللي احنا كنا كريتناها مع بعض. هي مش متكريتة عندك، هي مش متكريتة عندك، فبالتالي هتضطر ان انت تشوف المحاضرة اللي فاتت وتكريت الويدجت كورب، وبعد كده تخش تعمل اللي احنا شفناه النهاردة. اوكي تمام.
حد تاني عنده مشاكل. اه مفيش مشكلة، بس هو ما هو لازم يكريتها علام بإيده علشان يعرف ايه اللي بيحصل فيها كده، احسن ان هو يكريت احسن. تمام. لقيت الناس كله تمام. اوكي. في حاجة عايزين نبص عليها عشان ناخد بالنا منها. في الصفحة عندي هلاقي في أول اختيار اللي هو اي دي، اللي بعد ما دخلت على السبجكتس، يعني دخلت على السبجكتس عشان أشوف السبجكتس اللي أنا كنت عملتها، فأنا عندي أول واحد في منهم اي دي، هلاقي كل حاجة أنا كتبتها زي ما أنا عملتها بالظبط على الكونسول، على السيكوال كونسول. فأنا كنت عامل التايب عندي int 11 اللي هي اختصار ل integer، واحنا عارفين يعني ايه integer. collation مفيش حاجه في collation. attributes مفيش حاجه. null no. default no, no او none. no او none. extra في عندي extra بس. تمام. يعني في عندي الاكسترا الوحيده الموجوده في الاي دي اللي هي اوتو انكريمنت. الناس شايفه الكلام ده؟ اوتو انكريمنت. تمام. كل الناس تكونفيرم معايا ان هي شايفه الكلام ده. الناس تكون اسرع شويه. تمام. سارة ما شاء الله، انت دخلتي وعملتي من حضرتك القديمة، أنا أول مرة أشوف اسمك. تمام. جود جوب. تمام. The primary key is unclickable. The primary key unclickable. اوكي. تمام. يبقى احنا كده دلوقتي، ثواني بس يا سمر، واحدة واحدة الأول. هنا الستراكشر، بس نراجع على الحاجات اللي احنا عملناها علشان نعرف احنا عملنا ايه على السيكوال كونسول. الهدف من ان احنا نخش على بي اتش بي ماي ادمن ان انا يبقى عندي طريقة اسهل في ان انا ايديت او انكريز او اعمل ديليت او يعني افانكشن او اعمل ايديت لكل التيبل اللي عندي، بس بطريقه اسهل بالظبط كاني بستخدم برنامج بيتيح لي اوبشنز احسن في بدل الاس كيو ال كونسول. بالتالي انا عندي مثلا في الاي دي زي ما احنا شايفين، في الاكستراز اللي هي الاوتو انكريمنت، في عندي اكشن، تحت اكشن عندي كلمه change. كلمه change خلينا ندوس على change كده. تمام. change فتح لي صفحه مكتوب فيها change name id type int. لما بدوس على كلمة تايب اللي هي انت، بيروح فاتح تحتيه كل كده زي ليست مكتوب فيها عندي انت وفار كار وتكست وداتا، وعندي نوميريك تايني انت اللي كنا عملنا حاجة اسمها تايني انتجر، اللي هي تيني انتجر دي اللي احنا عملناها في لما عملنا التيني انتجر في الفيزيبل. تمام. فبالتالي عارفين يعني ايه تاني انتجر. وعندي سمول انت وميديم انت وانت وبيج انت. تمام. دي التايبس اللي انا بستخدمها لو انا عايز استخدم نيو تايبس للنيم بتاع الاي دي. انا عايز اعمل ايه؟ في عندي بعديها ديت اند تايم، وبعديها عندي سترينج، وعندي سبايتيال او سبايتيال.
فيها الجيومتري بوينت رين سترينج وبوليجون مالتي بوينت مالتي ترانزيت مالتي اند سترينج ومالتي بوليجون وجيومتري كوليكشن. تمام. بعد كده عندي اللينث، لينث اللي هي كثافة النيم أو الفاليو أو القيمة. عندي ديفولت نختار منها نون، لو نزلت دوست عليها ألاقي فيه as defined زي ما عملنا لها defined أو null pep أو time stamp. بعد كده في عندي collision، الكوليشن طبعا ما غيرش في حاجة. في عندي attributes and unsigned zero fill، وفي on update current underscore unsigned map. في النهاية عندي comments. دي الاختيارات اللي عندي لو انا عايز اعمل change. محمد بيقول محمد عامل question mark، محمد تسأل عليه بالظبط، محمد بيكلمش. ماشي خلاص انا هقفل التشينج اللي انا كنت فاتحها. انزل تحت شويه كده هلاقي فيه كلمه انفورميشن، انفورميشن الناس بص عليها. عندي سبيس يوسج اللي هي المساحه، عندي الديت 16 كيلو بايت، انا عندي 16 كيلو بايت، اندكس 0 بايتس، توتال التوتال المساحه. في عندي رو ستاتستكس، في عندي الفورمات compact collision regional underscore swedish underscore ci. في next auto index 1 وتحتيه creation اتعملت امتى بالظبط. طب بتقول انا مش شايفه حاجه من دي، مش شايفه حاجه من ايه بالظبط يا صنع، مش شايفه حاجه من informations. فريدم كاتب اهو الوقت اللي اتعمل فيه مظبوط. التشينج احنا خلاص اقفلي بقى التشينج دي، احنا مش هنغير فيها حاجه. احنا اقفلي التشينج خالص. وبعد كده تحت كده في كلمه تحت اندكسز هتلاقي في انفورميشن. تمام كده يا سمر. هو انيس انا عارف ان لو انا عملت شير سكرين هيكون مور كلير. ايوه بس المشكله في الانترنت، يعني انا مش هقدر اعمل شير سكرين علشان بيتهيألي ان الانترنت هيبوظ الدنيا، بس انا ممكن احاول يعني. تمام structure مظبوط. تمام طيب هحاول اعمل شير سكرين. في مشكلة عندي في الشير سكرين، المفروض ان انا اعمل ابديت للجافا. معلش بقى نخليها ايه المرة اللي جاية ان شاء الله نبقى نعملها مع بعض. المهم ان انا عندي الاوبشنز الناس كلها شايفاها. كمان فوق على الشمال كده ان شاء الله في عندي كريت تيبل، ان انا ممكن اعمل new table. الناس دوس على create new table. احنا كنا عملنا create table من على ال SQL console، فاحنا ممكن نعمل new table او create new table من على PHP admin. فاحنا هن create new table من على PHP admin بنشوف الفرق بينهم. اوكي الناس كده بتشتغل معايا كده بسرعه تقول لي اوكي، اول ما اقول اوكي كل الناس تقول اوكي عشان نبقى مع بعضين. create new table. تمام اوكي اوكي تمام create new table. طيب اول ما دوست على create new table قال لي اكتب table name، نكتب table name كل واحد بقى يكتب الاسم اللي هو عايزه، او نفسي، او خلينا نتفق على اسم واحد. احنا كنا عاملين widget corporation، مثلا نسمي الكوربريشن بتاعتنا المره دي هنسميها، معلش بقى يعني هنسميها مورج كوربريشن. نكتب
نكتب اسمها عشان الناس ما تلخبطش، نسميها مش داتا بيز. احنا اوريدي كريت داتا بيز، اوريدي عملنا كريت داتا بيز، احنا هنكريت تيبل انذر تيبل مش سبجكت، تيبل كريت تيبل بعيد عن السبجكتس. في عندي سبجكتس دي اللي هي اللي فوق بتاعت دي بتاعت الويدجت كور، لكن انسايد ذا ويدجت كور هنعمل كريت تيبل. علمكم عايز تعمل علمكم انت حر بقى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اعمل كوبي كده وهعمل الحمد لله على السلامه يا محمد اسماعيل. تمام طيب انا عايز الناس بقى تكريت التيبل، كل واحد يكريت التيبل بمزاجه بقى، يعني يحط النيمز لكل سايت، تعمل السايتس بتاعتك، تختار التايبس، اللينث والديفولت. طبعا الديفولت احنا كلنا بنختارها نان، كوليشن مفيش كوليشن، اتريبيوتس مفيش اتريبيوتس، نل والاندكس. لو انت عايز تعمل كومنت، عايز الناس تعمل تيبل، مظبوط الناس تعمل تيبل من على بي اتش بي ماي ادمن. لو انت عايز تعمل كوليشن هو اوريدي السيرفر بتاع معمول كوليشن بديك ليس فور كولومز ماشي. لو انت عايز تخليها فور كولومز خليها فور كولومز، عايز تقللها عايز تزودها انت حر براحتك يعني. كان ده في الاربيك لانجوج. تمام اوكي. الناس اللي عايز تعمل حاجه بالعربي علم، حاطين الكوليشن علشان الناس اللي عايز تكتب حاجه بالعربي معانا يا سمر. تمام عادي عادي يا فريدم، اكتب البيانات اللي انت عايز تكتبها، اكتب البيانات اللي انت عايز تكتبها براحتك يعني. دي تيبل ليك انت بس عشان تجرب ازاي تعمل تيبل من على بي اتش بي ماي ادمن. احنا عملنا تيبل من على السيكوال كونسول، انت جرب على راحتك. ممكن تكتب نفس الكولمز اللي احنا كنا عملناها او السيرفس اللي احنا كنا عملناها المره اللي فاتت. اوكي يا علام نفس السبجكتس. لو انت عايز تكتب نفس السبجكتس اكتب نفس السبجكتس. عندي اي دي وعندي سيرفيسز وعندي برودكتس وعندي وهكذا يعني. السبجكتس اللي انت عايزها دي باختيارك انت، او انت فكر مثلا لو انت فعلا شغال في كوربوريشن او شغال في كومباني او شغال في مدرسه او شغال في كليه وانت عايز تعمل ابلكيشن عشان تحط فيه داتا، فانت عندك مثلا ممكن تحط الفصل الاول ميل في ميل وات ايفر ذا سبجكت از. المهم ان انت ايه تعمل تيبل خاصه بيك، انت فاهمني؟ الناس ما تنساش ان انا عندي في الاي دي، لما بعمل اي دي في الاول مثلا نيمز مثلا للطلاب، فانا بعمل ان الاي دي يكون اوتو انكريمنت. الناس ما تنساش الموضوع ده عشان ايه، انا هشوف الكلام ده. انا هشوف الكلام ده عند كل واحد، فالناس تخلي بالها يعني. طيب يلا
محمد اسماعيل، احنا في بي اتش بي ماي ادمن، انت معانا في الموضوع ده ولا لا؟ ماشي يا علم، انت ما شاء الله عليك يعني. لوكال هوست بي اتش بي ماي ادمن، وانت دخلت على لوكال هوست بي اتش بي ماي ادمن محمد اسماعيل، هتلاقي في على الشمال كده هتلاقي في ويدجت كور، دي اللي احنا كنا كاتبينها المره اللي فاتت، اختارها تمام. هتلاقي في تحتها كرييت تيبل، هتلاقي في كرييت تيبل تمام. كرييت بقى تيبل بقى المره اللي فاتت، هتكريت تيبل زي اللي عملناها المره اللي فاتت من على الكونسول او الكونسول. ايوه نيو، يعني تعمل في التست ايه يعني؟ مش فاهم. لو انت عندك تعمل في التست يعني، عشان نشوف كده. ما فيش مشكله اسمع يا جعفر، لو انت عايز تعمل في الجزء بتاع التست مفيش مشكلة، كريت التيبل بتاعتك وما فيهاش مشكلة إن شاء الله. طيب شباب، خلصنا ولا إيه؟ كريتنا التيبل يا شباب؟ سمر إيه؟ جعفر تمام. طلب جزء الكوليشن زي ما قلنا يا سمر، لو أنت عايز تحط الكوليشن زي مع اللام، لو أنت عايز تكتبي حاجة بالعربي ممكن تاخدي الكوليشن، حطيت الكوليشن بتاع العربي. ده الكوليشن بتاع العربي نوت نل. لو عايز تعمل نوت نل كده اعمل معاك في عندي هلاقي في كلمة نل أعلم عليها، في كلمة نل لوحدها أعلم عليها. أو it's by default not null، by default is not null. لو أنا عايز أعمل نل أعلم على النل، لو أنا عايز أعمل not null فهي by default not null. تمام؟ بقيت الناس شغالة على التيبل؟ أوكي. لا تمام كده، طالما عملت اربع فور كولونز ده خلاص اوكي تمام. اسماء الكولونز اللي انت عملتها وبقيه الاختيارات، لو في داتا عندك بتحطها اكيد زي ما عملنا في السيكوال كونسول. تمام يا مهند، اوكي. عليكم السلام. طيب هقول لك، احنا اول حاجه دخلنا على اللوكال هوست هنا، اهو بصي خليكي بصي معايا، لوكال هوست سلاش بي اتش بي ماي ادمن. اقول انت حضرتي عارفه حاجه عن المحاضره اللي فاتت ولا لا؟ هو النت عندها في الانبوت. ماشي تمام، يبقى كده المفروض ان احنا كلنا عملنا التيبل، سمينا التيبل بتاعتنا برج الكور، عملنا تيبل خلاص، حطينا السبجكتس بتاعتنا فيها تمام كده. اوكي طيب، انا هعتبر ان كل الناس عملت التيبل زي ما قلت. انا هشوف التيبل بتاعت كل واحد، يعني يا ريت الناس بعد المحاضره نبقى على الفيسبوك ان شاء الله النهارده كده مع بعض، عشان هبص على كل تيبل بتاع كل واحد ازاي عاملها ووصل لايه. دي حاجه بالتالي كده انا عرفنا ازاي بكريت تيبل،
طالما عرفت ازاي كريت تيبل، فانا بالتالي قدرت ازاي اقدر استخدم البي اتش بي ماي ادمن، انا اشوف التيبل بتاعتي عامله ازاي، ازاي اعمل اديت، ازاي اقدر اكريت نيو تيبل، ازاي يعني لو في اي حاجه عايز تتعدل ازاي اعمل تشينج، ازاي اشوف الانفورميشنز بتاعتي على البي اتش بي ماي ادمن. بي اتش بي ماي ادمن اسهل بكتير من السيكوال كونسول، اني مش محتاج ان انا احط داتا وابدا اعمل ايديت واشوفها وبعد كده الاقي حاجه غلط ارجع اكتبها تاني. اسهل ان انا اعمل ايديت لاي حاجه انا عايزها من على بي اتش بي ماي ادمن، ده اسهل بكتير. وان شاء الله لما هنبدا نكمل مع بعض، احنا اوريدي عاملين الويدجت كورب، الناس ما يعني ما تفكرش ان هي تعمل حاجه في الويدجت كورب عشان مش هنغير فيها حاجه، انا هنستعملها على زي ما هي كده بالظبط. تمام؟ بالتالي هنروح على الجزء اللي كان المفروض النهارده نتكلم عنه، وهو ازاي نانتراكت with database PHP database interaction in 5 steps. ازاي بقدر انتراكت with database بال PHP؟ هنا خلاص احنا عرفنا ازاي بنعمل database، طب ازاي نقدر نستخدم ال PHP على ال database؟ او ازاي هنقدر نانتراكت with database by the PHP؟ احنا هو ده الهدف من اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا مش في النهايه احنا ما بندرس سيكوال كونسول او سيكوال ماي اس كيو ال، احنا بندرس ماي اس كيو ال، احنا بندرس بي اتش بي. فاللي احنا بنعمله ده عشان ازاي نقدر نعمل داتا بيز عشان نستخدم بي اتش بي معاها. فبالتالي بي اتش بي داتا بيز انتراكشن ان 5 ستيبس، في 5 خطوات لازم نتبعهم لما نيجي نانتراكت وذ داتا بيز باي بي اتش بي. أول حاجة بنعملها اللي هي create connection، دي نبدأ نعمل connect أو connecting to the database من الـ PHP بتاعنا، دي أول حاجة نخش على الـ database، دي أول حاجة بنعملها أول خطوة. تاني خطوة اللي هي select الـ database، بن select الـ database اللي إحنا استخدمناه أو عملناه. تالت حاجة perform database query، ورابع حاجة user return data close connection. سوري معلش. يبقى أنا عندي create connection، دي البداية وفي النهاية لازم أقفل ال connection، دي 5 steps. كل في مرة بنعمل فيها interact with the database لازم نعمل ال 5 steps دول. وأنا بيبقى عندي الاول والثاني هو اول ستيب فيرست ستيب اند سكند ستيب، دول بنعملهم في البدايه. بعدين نبدا نبرفورم داتا بيس كويري، لو انا عندي داتا بيس عايز اشوفها وعايز ايه اريتيرن الداتا بيس، دول اللي انا بفضل اعملهم طول ما انا شغال على الداتا بيس. وفي النهايه قبل ما بخلص بعمل كلوز الكونكشن. طيب ممكن نعمل الكلام ده، نجرب النهارده ازاي نعمل create the connection. نعمل select the database. It's optional لو انت مش عايز. عملت يعني start the connection you need to close it، يعني قبل ما تعمل اي حاجه عشان لما ما فيش حاجه تبوظ منك يعني، فانت بتقفل ال connection. لما بتيجي تشتغل تاني عشان تinteract with the database فلازم تقفل ال creating connection ده لو انت عايز تمشي مظبوط يعني. هنقول ازاي، هنقول ازاي الكلام ده، وده اللي هنشرحه ان شاء الله يعني، ما تقلقش يا يونس. فلسي انا نخش على الوايت بورد. اكيد طبعا عادي ممكن تغير اسم التيبل عادي، انت لسه ما عملتش التيبل يا محمد اسماعيل. عادي ممكن تغير اسم التيبل، مفيش مشكله. مفيش مشكلة. أول حاجة أنا عايز أعملها عشان أبدأ أعمل كونكشن، فأنا محتاج إن أنا أعمل نيو فايل. نيو فايل هسميه database dot php. إلى حد ما هنعمل database.php، يبقى file.php و ها open it. open it in your text.
editor بتاعك بس الناس بتستخدم كومودو. HTML tags نكتب الكلام ده عشان نقدر نعمل كونكت على الداتا بيس. الناس تاخد بالها ان انا بعمل الكلام ده في HTML، عشان كده انا بكتب في HTML tags. هنعمل كده عشان نكريت الـ database connection. عشان نكريت الـ database connection فبعمل connection، حط variable، بعمل variable عشان يبقى عندي الاختصار لكلمة الـ connection، عشان اقدر اعمل connection، عشان بعد كده لما اجي استخدم connection يبقى انا عارف انا بتكلم عن ايه، او بقدر بعد كده استخدم variable اسمه connection، بعرف الـ variable connection ده اختصار لايه. اختصار سوينا ماي اس كيو ال سكور ماي اس كيو ال على طول اندر سكور كونكت. اوكي يبقى ماي اس كيو ال اندر سكور كونكت
in parentheses the quotes local host انا انا شغال على local host وبقول له connect to me as a root. طيب لو في ناس تمام اوبشن. طب لو في ناس بتستخدم لو عامله باسورد لو الناس عامله باسورد للداتابيس انا بعمل ايه؟ بعمل كمان كوما وبكتب اليوزر الباسورد بتاعي اكتب الباسورد بتاعي في النهايه لو انا عندي باسورد ما عنديش باسورد ما بكتبوش تمام لو انا عندي باسورد الناس هتكتبه كده لو انا عندي باسورد تمام انا ما عنديش باسورد فانا بالتالي مش هكتب الكلام ده فانا بالتالي مش هكتب الباسورد لكن لو انا عندي باسورد فانا هكتب باسورد عادي وفي طريقه كمان علشان اقدر اعرف فعلا اني عمل كونكت ولا لا في ناس بتستخدم مثلا مش لازم ان انا استخدم كلمه كونكشن هنا مش لازم استخدم كلمه كونكشن واعملها اختصار مثلا لدي بي اللي هي داتا بيز ممكن اعملها دي بي بس عامة الريكتيف كونكشن تمام طب ليتس سي ان انا عايز اتاكد فعلا اذا كان عامل كونكت ولا لا ماشي يا انيس انا عارف يا انيس هقول لك ازاي فانا هعمل اقول هنا كده اول حاجه استخدم اف if not احنا عارفين ان العلامه دي if statement or if not وبعد كده هكتب الفاليو بتاعي connection with parentheses and bracelets هقول له die يعني exit او اقفل او اخرج خلاص اقفل الكلام دون parentheses اقول له date is connection failed تمام get meeting with my sql underscore error close parentheses, close the parentheses and semicolons in the end of the parentheses. تمام كده؟ انا قلت له في البدايه انا عايز اعمل كونكشن انا ببتدي الكونكشن فانا اول حاجه بعملها ان انا بريفير الكلام ده كله للفاريبل اسمه كونكشن واقول ان هو equal to MySQL connect اللي هو انا ده الفانكشن اللي بستخدمه عشان يكونكت وبقول له كونكت از اللوكال هوست از روت كونكت على اللوكال هوست انا بستخدم اللوكال هوست از روت عشان اكون روت على الداتا بيز وبعدين عشان اتشيك الكلام ده فانا بقول له اف لو ما فيش كونكشن ما هو كلمه العلامه دي يعني نوت كونكشن ما فيش كونكشن سو داي exit او kill database connection field هيطلع لي الكلام دون ماي اس كيو ال ايرور تمام بس تعمل الكلام ده وتروح على البراوزر وتعمل تكتب database ده database في النهايه database بي اتش بي تعمل ريلود للصفحه دي على البراوزر وتقول لي طلع معاها ايه بلانك بيج تمام كوكيز ال بلانك بيج سمر الف فاضي هم بلانك بيج معنى ان بلانك بيج ان يطلع لي صفحه فاضيه معنى كده ان انا شغال مظبوط مفيش ايرورز تمام مفيش ايرورز
يعني لو انا عندي حاجه هيديني ايرور، هو دلوقتي مفيش ايرور، انا كده تمام ماشي مظبوط، يبقى انا كده فعلا كونكتد على الداتابيز. ان لو في حاجه هيقول ان لو في حاجه مفيش كونكشن هيديني ايرور، مع ان هو يديني بلانك بيج، معنى كده ان انا ماشي صح، انا كده ماشي تمام ماشي مظبوط، يبقى انا كده عملت الكونكشن بتاعتي مظبوط تمام. طيب هنعمل بقى ايه؟ سيلكت الداتابيز، نعمل سيلكت الداتابيز، هنروح عاملين تاني واحدة تانية، هنقول تاني حاجة عندي select database to use، ازاي؟ اقول له عندي variable اسمه db underscore database select كده، انا عملت refer equal to my SQL underscore select underscore DB sorry database. يفتح parentheses واقول له انا بستخدم widget underscore core دي اللي احنا كريتناها تمام بقى، عشان كده بقول الناس ايه كلها تبقى متاكده ان هي موجوده عندها. وهقول له connection variable بتاعي اللي احنا قلنا بتاع ال connect semicolons، وهنقول له لو if not db underscore select مش موجودة هنعمل ايه؟ هنقول له داي او كيل او اكزيت ديتا بيز سيلكشن فيل تمام، تكنيتد ويز ماي اس كيو ال اندرسكور open and end of the parentheses. تمام كده يا شباب، نستعمل الكلام ده ونروح على البراوزر، نستعمل الكلام ونروح على البراوزر. معلش خليني انا اقول لك مهم وايه مش مهم، عشان دي حاجه لازم الناس تكون عارفاها. لا مهم مهم صدق، احنا يعني احنا بنتكلم علشان الناس بعد كده لما تيجي تشتغل هتشتغل على حاجات كتير، ما بتشتغلش على حاجه واحده، ما بتشتغلش على داتابيز واحده، بس بتشتغل على داتابيزز كتير، فبالتالي هو ده الصح عشان تقدر تعمل الكونكت على الداتا بيز اللي انت معانا. فهو الصح ان انا لازم اعمل كونكشن، فالفير الكونكشن انا اتكلمت عنه اللوكال هوست از روت تمام؟ اتس اوبشنال ايوه يا علام، انا فاهم ان هو اتس اوبشنال تو كونكت. هو كده يبقى انا طالما الناس طلعت عندها برضه بلانك بيج يبقى انا كده اوريدي ما عنديش ايرورز. طب ليت سي ان انا دلوقتي عايز اشوف الكلام ده وعايز اعرف فعلا اذا كان هيطلع لي ايرور ولا لا، فانا هاجي على كلمه ويدجت كور وهشيل حرف البي اللي هو اخر حرف في الويدجت كور، هشيله وهعمل سيف واروح تاني على البراوزر واعمل ريلود للصفحه بتاعتي. This is error. ايرور بقى اللي احنا اتكلمنا عنه، ايرور اللي موجود عندي اللي انا كاتبه database selection fail. تمام
تمام. unknown database مظبوط، هو ده اللي انا عايز اعرف. يبقى كده، يبقى كده انا ماشي مظبوط، ماشي مظبوط، عارف ان انا دخلت على الويدجت كور، دخلت على الداتابيس بتاعتي اللي انا كريتها، عملت عليها كونكشن وبدات استخدمها. بالتالي هشيل حرف البي هنا اهو، بص كده انا عامل ويدجت كور، هشيل حرف البي، اعمل كنترول اس سيف، وهروح على البراوزر واعمل ريفريش للبراوزر على نفس الصفحه اللي انا فيها اللي هي داتابيز بي اتش بي، عشان اشوف ايه اللي هيحصل. فاداني داتابيز سيلكشن فيلد انه داتابيز ويدجت كور، يعني مفيش حاجه اسمها ويدجت كور، فبالتالي يبقى انا اللي عامله ماشي عليه مظبوط كده، صح؟ تمام. معنى كده ان هو في كل مره هاجي اعمل الكلام دوت مش هيخش على الداتابيز، هيطلع لي الايرور دوت. لو مش هيخش، لو مش هيعمل كونكشن هيقول لي داتابيز كونكشن فيلد، لو مش هيسلكت الويدجت كور اللي انا عاملها دي، مش صح، دي حاجه عشان تعرفني لو في ايرور، هيطلع لي الايرور اللي انا كاتبه. يعني انا في الاول كاتب او مفيش كونكشن هيقول لي داتابيس كونكشن فيلد، يبقى انا كده عرفت ان مفيش كونكشن. لكن لو مفيش سيلكت، لو مش مختار الويدجت كورب، الداتابيس بتاعتي اسمها ويدجت كورب، يبقى هيقول لي داتابيس سيلكشن فيلد، يبقى انا كده عرفت انا واقف فين، او عرفت انا ماشي ازاي. هي دي النقطه، ان هو بيوضح لي انا وقفت فين، هو عامل كونكت لكن مش قادر يخش عليها لان مش شايفها. تمام. ثغرات السيكوال دي حاجات تانية انا ما يعني ما اقدرش يعني افيدك فيها كويس، انا ما اعرفش الثغرات بتاعت الاس كيو ال كويس، لكن اس كيو ال كونكشن ما فيهاش، انا مش شايف ان ما فيهاش. انا مش كاتب كده. انا كاتب ماي اس كيو ال كونكت، في حد كاتب حاجه غير كده؟ تمام. اها تمام. جعفر اوكي. طيب. اوكي هنرجع بقى الحرف البي اللي احنا شلناه. عشان يبقى كل حاجه مظبوطه زي الفايل بتاعنا الاول. تمام. طيب يبقى كده النهارده احنا عرفنا ازاي بيستخدم بي اتش بي ماي ادمن، عرفنا ازاي بنكريت تيبل من على البي اتش بي ماي ادمن، عرفنا ازاي بنعمل ايديت من بدل الكونسول، ازاي بنستخدم حاجه غير الماي سيكوال كونسول اللي هو البي اتش بي ماي ادمن، ازاي بنعمل ايديت، نعمل كريت نيو تيبل، ازاي نغير في التيبل، ازاي نقاد حاجات في السبجكتس، ازاي ممكن نعمل نيو داتا بيز جديده خالص، كل ده انا على بي اتش بي ماي ادمن. عامه احنا ليه بنعمل اللوكال هوست؟ ليه بنخلي الناس تعمل الكلام ده؟ عشان الناس تقعد تجرب مع نفسها. في اوبشنز كتيره في البي اتش بي ماي ادمن، تقدر تعمل كل اللي انت عايزه، وتشيك الكلام دون على البراوزر بتاعك، تشوف ايه اللي بيحصل فيه، تغير فيه من على ماي سكيور كونسول، ناس عايز تسوي ماي سكيور كونسول، ناس عايز تشتغل على بي اتش بي ماي ادمن، تستخدم الاثنين مفيش مشكله. وعرفنا حاجتين مهمين، ازاي انتراكت بالداتا بيز بالبي اتش بي، ازاي بنعمل كونكشن، وازاي بنختار الداتا بيز بتاعتنا نبدا نشتغل عليها. وان شاء الله في المحاضرة الجاية هنبدأ نشتغل فعلا على الويدجت كور، هنبدأ نشتغل على الابلكيشن بتاعنا، هنبدأ نملاه، هنبدأ نعمل مور فانكشن، هنبقى مور فانكشن، هنكمل بقية الطرق بتاعت هاو تو انتراكت وذ داتابيز في بي اتش بي،
طيب بي اتش بي. فحد دلوقتي انا ارجو الناس تكون فاهمه الكلام دون، محدش يغلط في حاجه، محدش ينسى حاجه، الناس تركز في اللي احنا بنقوله، عشان احنا في كل مرحله انا حاسس ان احنا ماشيين ببطء شويه. فيعني انا محتاج في الناس في الحاجات اللي احنا بنعملها مع بعض او بنعملها عملي مع بعض الناس تكون اسرع شويه، ونحاول ان احنا ايه يعني. معلش يا انيس، معلش، بس هو علشان نتفادى ان حد يبقى ماشي او مش فاهم حاجه. وانا عامل الكورس عشان الناس في النهايه تقدر توصل لمرحله الفهم القصوى، عشان ما نفوتش حاجه. وفي كل حاجه بنتكلم عنها بنتكلم عنها كويس، وبنشوف الحاجات اللي وقعت مننا، في ناس بتقولها، في ناس بتقول حاجات جديده، وبالتالي علشان ما فيش حد ما يفهمش، يبقى كل الناس فاهمه وكل الناس عارفه احنا بنقول ايه. تمام؟ يبقى معلش برضو احنا كمان في رمضان، فالموضوع تالت سيكوس هو ضعف المبرمج في كتابة الأكواد، أنا فرضت في كتابة الأكواد والبرامج بالنسبة لل بي اتش بي وأندرويد كتير تأمين سكيب كودز، الموضوع كبير جدا. أكيد طبعا أنا ما عنديش دراية كافية بالسيكوال أو ماي اس كيول، فعامة مش هقدر أفيدكم في الموضوع ده كتير، مش اكتر من ان انا هديكم الحاجات اللي تبقى خاصه بالبي اتش بي. اوكي، لغايه هنا يعني يا ريت تكون الناس فهمت الناس. اوكي هشوف يعني. اوكي نتكلم مع بعض. الناس تكون فهمت اللي احنا قلناه، ويا ريت ما يكونش في حد عنده مشكله، ويا ريت لو في حد عنده مشكله هنتكلم مع بعض على الفيسبوك. الناس عارفه الفيسبوك، واحنا بنتكلم اوريدي على الجروب وعارفه اسمي في الفيسبوك. اقول لكم صوم مقبول يا رب، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب، وربنا يخليك يا رب. يوني لو في حد عنده اي سؤال يسال، لو فيش اي حاجه ف جزانا وإياكم يا رب كل خير. لو مفيش أي حد عنده مشكلة، فبالتالي لو في حد عنده أي حاجة العفو حبيبي علام، يا ربنا جزانا وإياكم يا رب كل خير. وهنتكلم على الفيسبوك إن شاء الله وعلى الجروب. لو في حد عنده أي حاجة بنتكلم مع بعض، مفيش مشكلة في أي وقت. ما عنديش مشكلة أساعد أي حد في أي وقت، دي انتوا عندكم قاعدة إن شاء الله. العفو. جزانا وإياكم يا رب مرة ثانية، ربي يتقبل منكم صيامكم يا رب، وشكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.